تحية كشفية القائد بوصبيح القائد العام لمنظمة الكشاف العربي. صدفة تلاقينا معهم في محطة تازة. تقول لنا كيفاش داز المخيم هذه المرحلة هذه وشنو استفدوا الوليدات في هذه المرحلة؟ الحمد لله على كل حال المراحل تختتمت المرحلة ديال الثالثة. كنا في مخيم أدمام، كانوا حدانا مخيمات أخرى من منظمة الوحدة العربية، وكانت واحد الجماعة الأنشطة من ضمنها المسرح، من ضمنها التلوين، من ضمنها يعني كانت بعض الطقوس اللي كشفيها عشناها مع الوليدات، كانت الأناشيد كالعادة، يعني كانت واحد الجماعة ألعاب كبرى وألعاب داخلية، وكان بطبيعة الحال كانت إبداعات، كانت موسيقى، كان دات واحد الجماعة كورال، وتزامنت المرحلة مع عيد العرس، وكانت احتفالات عيد العرس المجيد، ودازت أموري بأحسن الأحوال الحمد لله. الوليدات راهم سالمين غانمين إن شاء الله، حنا غنشدو بهم الطريق الديار تاعهم ان شاء الله، والله يوفق. شنو كتقول للامهات والاباء اللي ما كيخليوش ولادهم يجيو للمخيم؟ كنبغي نقول للامهات والاباء ما يخليوش اللي ما كيخليوش يجيو، خصهم يخليو ولاداتهم يجيو باش يحتكوا شويه، يعتمدوا على نفسهم ويتعلموا بعض الثقافات اخرى. يعني كيف المخيم راه كيتلاقى الجبلي مع الصحراوي والكازاوي ومع الريفي، يعني واحد المجموعه ديال الثقافات كيجتمعوا، وكيعرف واحد المجموعه ديال العبد اللي كيخرج يعرف بلادو بعدا، وكيتعلم بعض القواعد في روح المواطنه، في تحيه الاعلام، وبعض واحد الحويجات اللي هي التربويه اللي كتفيدوا في الحياه تاعو العاديه تاعو. شكرا قائد بوصبيح، وتحيه كشفيه لك. شكرا.